صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صحيح ما يقال أن السماء التي فوقنا ليست هي السماء الدنيا، لأن ما بين السماء والأرض 500 عام فلا يمكن لنا أن نراها؟ السماء التي فوقنا هي السماء، من يقول ما هي في السماء؟ هي فوقنا لكن إنها بعيدة، هي فوقنا لكنها بعيدة. والذي نراه هو الكواكب، نرى الكواكب السرج والشمس والقمر نراها وهي في السماء. نعم.